teachers and students, how are you? Today we are going to explain what we have in Unit 6. We have Revision 2, Further Practice, and we have Test 1 and 2, Further Practice 1 and 2. So dear students, before we start our lesson, let's welcome our supervisor, Mrs. Amal. Welcome, Mrs. Isra. Welcome dear students. اهلا وسهلا اعزائي الطلبه بسلسله الدروس المتتابعه للصف الخامس الاعدادي. Thank you dear. So dear students, let's start our lesson with unit 6 revision 2. Here we have some objectives, language revision. القواعد الموجوده امامنا هي اعاده والفوكابولاري ايضا هي revision. طبعا احنا مثل ما نعرف revision 1 2 test 1 2 and further practice 1 2 هي مراجعه للماده وتكون نعم. تحتوي على تمارين مهمه ايضا. Here we have round up. Round up هو ملخص للماده الموجوده. طبعا احنا بالمراحل السابقه متعودين round up يصير بالمتوسطه lesson 9. نعم. هنا عندنا بالخامسه اعدادي round up راح يكون بالrevision 2. راح هذه تكون ملخص للماده الموجوده في الوحده ككل. Here we are some things you practice. طبعا هذه هي الأشياء اللي أخذناها بالوحدة اللي هي words for different types of TV program and different types of film. يعني الكلمات المختلفة لعدة أنواع من البرامج التلفزيونية والأفلام وأنواع الأفلام يعني اللي تعبر عنها مثل cartoon, chat show, lifestyle, soap opera, weather forecast, news, soap opera قلنا المسلسلات الطويلة مثل friends. كوميدي، هيستوريكال، هور، رومانتيك، ساينس فيكشن، ثريلر، سايكولوجيكال، هذه كلها اخذناها بالدروس السابقه. Words connected with newspapers، ايضا الكلمات اللي لها ارتباط بالنيوز بيبر بالجريده اللي هي article, headline, editor, sub editor, designer، هذه كلها مع معانيها اخذناها، واصلا هو اليونت عنوانه the media يعني الوسط الاعلام الاعلام. Features of headline ايضا اخذنا خصائص الهيدلاينز انها تكون ما تحتوي ذا ولا احيانا لا تحتوي على افعال وما تكون مثل الجمله الكامله وتستخدم بها صيغه المضارع المضارع بصوره عامه. Differences between formal and informal English ايضا اخذنا الفرق بين اللغه الرسميه وغير الرسميه وقلنا هذا الشيء موجود عندنا ايضا بالسادس يصعد ويانا مثل children formal الانفورمال غير رسمي هو kids enter formal go in ادخل هذا الغير formal. Full verb forms ايضا اخذنا الافعال الكامله وهي واختصاراتها she has gone she's gone ايضا changing tenses and pronouns in reported speech ايضا بكلام مباشر وغير مباشر شلون غيرنا الصيغه الزمنيه using other verbs to introduce reported speech ايضا راح ننوه لاستخدام الافعال للتكلم عن reported speech مثل كلمه suggest الفعل suggest وpromise وadvised هذه كلها راح ناخذها ايضا changing tenses and word order when reporting questions ايضا تغيير الترتيب شلون نحول الجمله الاستفهاميه الى جمله خبريه من عندي ال بالدايركت واندايركت سبيتش ريبورتد دو اكروس ووردز نبدي الان بكتاب النشاط دو اكروس وورد طبعا هذا بالامتحان وما يجي بهذه الطريقه لكن انه ممكن ان ياتي بطريقه انه يعني تكمل الفراغات او املاء حسب ما ينطينا بالصف او بالتعليمات Do a crossroad لكن هنا كانت على شكل لعبة حتى تكون سهلة للطالب ومشوقة مشوقة ممتعة أكثر Here we have down down يعني عاموديا One تلاحظون الترقيم One معناته هنا Two معناته هنا فإحنا راح ناخذ We saw her paintings in art الرسومات وين نلقاها بالارت gallery مع الصور الرسوم There's an of old Islamic art at the museum There's an exhibition يعني اكو معرض يقام of old Islamic للفنون الإسلامية the weather said it would be windy today راح يكون الطقس يعني عاصف اليوم اللي هو the weather forecast forecast yes forecast تلاحظون الكلمات اللي تنكتب الأعلى don't رقم خمسة طبعا رقم أربعة رقم ستة ما موجودة ليش راح تكون موجودة بالأفقي Five, don't me when I am speaking. When I am speaking, بالدرس السابق أخذنا don't interrupt me. يعني لا تقاطعني. Don't interrupt me when I am speaking. Do you need to get a new computer then? Do you advise me? Do you advise me? تنصحني. لاحظوا الفعل advise بالS. I practice a lot, but my tennis playing doesn't improve. أخذنا بالدرس السابق أيضا إنه لعبتي مدى تتطور. A TV program with a presenter talking to guests. برنامج المقدم يتكلم مع الضيوف هو chat show هذا برنامج حواري the boss in a newspaper office
المدير بمكتب الجريدة، هو الإديتر المحرر. الآن ننتقل إلى الأكروس. الأكروس اللي هو الأفقي. Space Wars, The Next Galaxy is a Science Fiction Film. إذن حرب النجوم، حرب النجوم هذا شنو هو؟ Science Fiction. Science Fiction. He is very lazy. He didn't to help. He didn't offer. يعني هو كسول. He didn't offer. ما يقدم، ما يعرض المساعدة. He is a very film. لاحظوا رقم سبعة. He is a very film. You feel that you are really in the ship in a storm. هذه بالريفيو اللي أخذناها عن المسلسل. It's a very. It is a very. It's a very realistic. يعني جدا واقعية. It's a very realistic. Sorry. It is a very realistic. Here we have. And... realistic. 10. It is a love story, a film. Love story. إذن بي قصة حب. إذن هو شنو؟ romantic. 12. This snake is dangerous. It is. Its bite is very. Its bite. يعني لدغتها is very poisonous. سامة. They watch the same soap opera every night on TV. She asked whether I was all right. Whether. أو عندنا الإف استخدمناها أيضا بدالها. لكن هنا راح نستخدم whether. The special in that film are fantastic. The special effects, المؤثرات. It's a film full of ghosts and monsters. Full of ghosts, مليء بالأشباح and monsters والوحوش. It is a horror. It's a horror film. يعني هو فيلم مرعب. لاحظوا هذا الحل. Gallery, improve, realistic, exhibition, advise, weather, effects, horror. لاحظوا هذه editor راح تترتب بهذه الطريقة. Here we have Unit 6 Test 1. What do we have in Test 1? To complete a test on the unit, راح نتكلم، هذا راح ناخذ اختبار عن الوحدة. القواعد راح تكون من ضمن الوحدة والمفردات أيضا راح تكون من ضمن الوحدة. Here we have, here are, طبعا احنا مو كل التمارين أخذناها، أخذنا مقتطفات منها. Here are some questions and answers from a later part of the interview. Write them as reported speech. طبعا هذا interview عندنا بالstudent. أو بالأكتيفيتي، لكن إحنا خدنا التمرين اللي راح يكون ملخص للمادة. Did you want to be a professional tennis player at the age of 13? هذه between Brian and Melissa. At the age of 13, I didn't really think about it. Here we have, he asked her. إذن هنا شرح نتكلم عن reported questions. عن reported question. He asked her. هذه جملة ماضي. إذن شرح نحولها؟ نحولها إلى ماضي تام. أيضا راح بدت هي فعل مساعدة. السؤال بيش أربط أب ما whether or if. She asked her whether she had wanted to be a professional tennis player. إذن هنا ننتبه إلى تغيير الضمائر وننتبه إلى تغيير الصيغة الزمنية وللفعل المستخدم اللي هو ask وأدوات الربط. أما هنا عندنا كان جواب من لسا at the age of 13 I didn't really think about it. هذه شنو؟ هذه statement. فشرح تكون she said that at the age of 13 she didn't think. شرح تكون hadn't really thought. Didn't think راح تكون hadn't thought about it. يعني الماضي حولناه إلى ماضي تام. Brian, do you prefer singles or doubles؟ يعني تفضل لعب فردي لو الزوجي. Do you prefer singles or doubles؟ شرح يكون السؤال غير مباشر. He asked her هو سأل من ليسا if she preferred. Do you, اليو عن يمن علم ليسا, do you, if she preferred playing singles or doubles, playing موجودة أو ما موجودة ما تأثر. She said that, هيش قالت, I like playing both. فشرح تكون, she said that she liked playing both. هنا like مضارع, فشحولنا إلى ماضي. When is your next tournament? المباراة القادمة. Tournament يعني مباراة. I'm playing in the UK under 21s in April. He asked her when. راح تكون هي أداة الربط. وطبعا ما ننسى نحول الجملة الاستفهامية إلى جملة خبرية. يعني نقدم الفاعل قبل الفعل. When is راح تكون your next. هنا يخاطبها ملسا. Your next راح تصير her next tournament. Is راح تتحول إلى was. She said that here. I am playing in the UK. كملنا الجملة. She said that she was playing in the UK. ونكمل باقي الجملة. إذا لاحظوا قبل ما نرجع إنه الجملة الأولى والثانية. Sorry. Yes. Okay. Yeah.
لاحظ عزيزي الطالب أنه من استخدمنا في الجملة الأولى والثانية نظرنا إلى ضمير الأصل، فيو كانت ضمير فاعل فتحولت إلى شنو؟ إلى شي في الكلام المنقول اللي reported speech. لكن من جتي في الجملة الثالثة وقال لنا when is your next tournament، فإيش قال لي؟ اليور تتحول ضمير صفة تملك، إذا شو تحولت ضمير صفة تملك للمؤنث اللي هي her. Okay. Thank you very much. Here we have what are your chances of success in that? I hope to come in the top four. He asked. إذا مثل ما تلاحظون إحنا هذه كله إيش راح يكون سؤال وجواب، هذا كله مراجعة للمادة السابقة اللي أخذناها، إنه أداة السؤال الرئيسية WH question هي حتكون أداة ربط. إذا عندي فعل مساعد إيش راح يكون أداة الربط؟ هي if أو whether. أيضا نحول الجملة الاستفهامية إلى جملة خبرية، كيف بتقديم الفاعل على الفعل، والصيغة الفعلية أيضا راح تتغير، شلون راح تصير؟ عندنا الماضي يتحول إلى ماضي تام، المضارع يتحول إلى ماضي، وهكذا. Words, here we have exercise D. الآن نجي للvocabularies. Words from newspapers, film and TV. هذه كلمات عن مأخوذة من جريدة أو أفلام أو TV إلها علاقة بها. Choose words from the box to complete the sentences. إذن حسب المعنى راح نكمل جملتنا. ومثل ما نعرف كل كلمة إلها عدة معاني. Article, مقالة. Cartoon, أما أفلام cartoon أو تجي رسم هزلي. Funny pictures يعني designer مصمم. Headline العنوان. Historical اللي هو تاريخي. Lifestyle نمط الحياة. News producer psychological realistic sub editor and trailer اللي هو الدعاية. Trailer أخذناه سابقا. When I don't like these programs cooking gardening and so on. طبعا هذه من الثالث متوسط إحنا ما أخذيها، من الثالث متوسط إحنا بادين بيها، وقد أيضا قبل لكن من الثالث متوسط ركز على هاي الكلمات. عندنا برامج الطبخ والبستنة إلى آخرها، شو تمثل؟ تمثل lifestyle نمط الحياة، هذه تمثل lifestyle. 2. Disney makes lots of films, Mickey Mouse, Donald Duck, Finding Nemo and so on. إذن دي عدد الأفلام كارتون، إذن هو شنو؟ lots of cartoon. I don't want to see that film. I saw it for it last week and it looked boring. إذن I saw a trailer. I saw a trailer. هو قبل ما يشوف فيلم شاف دعاية عن الفيلم. No. I read an interesting in the newspaper this morning. شنو اللي نقرأ بالنيوزبيبر؟ هي الارتيكل، المقالة هي اللي تنقرأ بالنيوزبيبر. Here we have. It's a film all about the Assyrians in ancient Nineveh. Assyrians in ancient Nineveh يعني الأشوريين في نينوى. It is a historical film. إذن هو فيلم تاريخي. She's on a magazine. She makes the pictures and text look good on the page. إذن من اللي يخلي الصور وتتناسق مع التكست النصوص الموجودة؟ هي ديزاينر، مصمم. هنا مصممة. He's on a newspaper. So his spelling and punctuation must be very good. من اللي راح يكون الspelling مالته والpunctuation very good؟ هو sub-editor، مساعد رئيس تحرير، سكرتيرة. There is the most important person. There is the most important person in a film company. من هو المهم؟ هو البروديوسر، هو أهم عنصر، المنتج. There on the article was shark bites boat. لاحظوا shark bites boat، هذا شنو؟ إلى headline، عنوان. The fire and explosions. The fire، الحريق and explosions، الانفجارات in the film were so هي جدا that some people in the cinema screamed، بحيث بعض الناس بدأوا يصرخون. إذن هي شنو؟ realistic، واقعية، كأنه حقيقية. دائما نكمل الجملة للأخير نقرأها، يلا نكتب الكلمة المناسبة. إذن this film deals with، إذن شنو يتعامل هذا الفيلم؟ feelings of a mother when her daughter leaves home. It's a film. إذن مشاعر الأم من بنتها تترك المنزل. It is a psychological film، يتعلق بالمشاعر والنفسية. 12. This satellite TV channel has 24-hour programs, events from around the world. إذن وش يحتوي على news، على أخبار حول العالم. Here we have unit 6 test 2. What do we have in test 2? أيضا to complete a test on the unit. From the unit, the vocabulary and the language also from the unit. إذن كله أيضا عن الوحدة. وأحيانا مثل ما قلنا من شيء يعتمد على مادة صوتية إحنا نعبره. ليش؟ لأن راح ناخد تمارين هي الملخص لليونت، للوحدة. Unit 6 further practice 1. هذه تمارين إضافية رقم 1. Language and revision.
فوكابيلاري ايضا ريفيجن راح يكون اعاده، هي كلها اعاده. انه طبعا هنا further practice, study mark test, match captions to cartoons, correct a letter, هاي كلها الفعاليات تتضمنها. Here we have كتاب الطالب، عندنا العنوان هو only joking, only joking. Here we have match the captions, هاي مقتطفات. Match the captions to the cartoons. عندنا الكابشن الأول, حامد always said he wanted to work in a bank. B, الكابشن letter B, my boss promised to carry in this time. Caption C, they said they had a swimming pool. And D, he said I had lost weight. تلاحظون, لاحظوا الصيغة الزمنية إلها, ولاحظوا هذه الصور pictures. لاحظوا الصور هذه, لاحظوا هنا صاحب الحقيبة, لاحظوا هنا هذا البيج أو نوت بيج سوري, ولاحظوا أيضا هذا البول. فش راح تكون العبارات المناسبة حسب الصور. My boss promised to carry it this time. My boss promised to carry it this time, يعني هو وعده أن يحمل هذه المرة هذه الأثقال. حامد always he said he wanted to work in a bank, دائما هو يريد أن يعمل في بنك. Here we have he said I had lost weight. weight هنا المظهر هو اللي يدل على الشيء اللي نقوله, فهنا فقد وزنه. لاحظوا بينما هو هنا fat. Here we have pool, فش راح يكون they said they had a swimming pool. They said they had a swimming pool. أيضا كله تلاحظون بتعبير للمباشر وغير مباشر. Here we have further practice one. The activity, عندنا تمرين الـ A. Steve is on a school trip to Barcelona in Spain. He makes a lot of mistakes in spelling. إذن punctuation and grammar. إذن راح نعرض هنا رسالة كتبها شخص رايح لبرشلونة في إسبانيا. هذه الرسالة هي مليئة بالأخطاء, تقريبا 40 خطأ إملائي بها وpunctuation. فهذه أمامكم هي رسالة معروضة, هذه أمامكم. For example, we are having a great time. We are لازم تبدي capital letter. Having a great, great لازم G-R-E-A-T time here in Spain لازم capital letter لأن دولة. The weather, weather الإملاء غلط, W-E-A-T-H-E-R is fantastic, the sun is shining and it's, هنا الأبستروفي مكانها لازم يكون اللي قدام, it's not too windy, إلى آخره من الأخطاء الإملائية والقواعدية الموجودة. والسبق إحنا تكلمنا عن الكوماز والكابيتال لترز بالدروس السابقة. Here we have further practice two. Further practice two, what do we have in this? Read sentences and study language for expressing different functions. Write sentences. هذه كلها يعني بالصف المدرسة مع الأولاد والبنات, يعني بالجروبات هم يعملون بها. Language, القواعد الموجودة عندي هي reported speech with a promise. لاحظوا هنا ننوه with a promise, suggest, remind, warn, advise, offer. Adverbs, adverbial phrases. So consequently, as a result, because of this. تلاحظون هنا with a promise, الوعد, suggest, يقترح, remind, يذكر, ينبه, warn, يحذر, advise, sorry, advise, أدنى, ينصح, offer, يعرض. هذه كلها راح ناخذها هسه بالدايركت, الاندايركت أو report speech راح تكون. Vocabulary, المفردات, remind, ينبه أو يذكر, reminder, تذكرة أو رسالة للتذكرة, يعني يذكر, ينبه الإنسان. Consequently, ونوبل برايز, نوبل برايز اللي هي جائزة نوبل اللي موجودة عليه هذه علامة النجمة, هي ليست للحفظ. Here we have student book. What do we have? The doctor advised me to stay in bed. دائما العنوان والصور هي توحي بالمادة اللي ناخذها. So, Ms. Amal, here we, what do we have? We have advised me. Let me help you. Yeah. Okay, the doctor advised me to stay in bed. This is a reported speech. Yeah. احنا تعودنا انه استخدمنا الفعل told, الفعل asked في ال reported speech او ال reported requests او ال commands, زين عيني, واستخدمنا وياها whether و if. الان راح نيجي بال further practice, راح نستخدم الافعال suggest, promise, advise. Miss إسراء promises me to go to the restaurant with me. اوكي عيني, فهنا انا شنو, انا نقلت كلام مس إسراء إنه هي وعدتني إنه تذهب للمطعم معي وهكذا. فإذا راح نتعرف على أفعال جديدة اللي هي suggest, يقترح, advise, ينصح, warn, حذرني وهكذا. Thank you very much. Here we have
six characters. عندنا ست شخصيات اللي هي سميرة, عدنان, كاتي, فؤاد, جابر, and سلوى. خلينا نشوف كل كوتيشن كل واحد بيهم عنده فد مقطع من الكلام. كابشن: Let's take a picnic to the park. لاحظوا let's. Let's هذه توحي إلى أي شيء من الكلمات اللي أشرنا إليها. Shall I get tickets for everyone؟ هذه عندنا suggest, promise, warn, offer. What do we have? Don't come near me. I've got a really nasty cold. يعني نزلت برد قوية. فإذا هذه don't come. اشتوحي هي warning, suggestion. هنشوف. Yes. فؤاد: You ought to learn how to use a computer. Do you think he advised me? I'll call if I'm going to be late. I mean it, really. I mean it. What is, is it a promise? Mom, don't forget to buy Faisal's birthday present. Selwa says, إذا هنا don't forget, remember. إذا كل واحد بيهم راح نشوف أقسام الكلام اللي أو الفانكشنز وظائف الكلام. Here we have suggested. إذا سميرة suggested. طبعا دا أكتبها بصيغة فعل وليس اسم suggestion. سميرة suggested ليش؟ لأن هي اقترحت let's take a picnic. let's هو حتى ماخذيها من المتوسطة إنه هي للاقتراح. Shall I get tickets for everyone? هذه offer. So he offered. هو عرض. عرض إنه هذا الشيء. دا أكتبها بصيغة فعل. Don't come near me. هنا warning. So she warned. She warned me. She warned me not to come near her. You ought to. Fuad advised me to learn how to use a computer. He advised me to learn how to use a computer. Here, Jabber, he promised me to call if he's going to be late. If he was going to be late. Selwa, mom, don't forget. So she reminded هي تذكرها. So dear students, ليش أنا كتبتها هيجي؟ لأن عدي هذه الجمل. One, who advised someone to do something? فؤاد. طبعا هذه تفتحون الكتاب وتشوفون من اللي قدم النصيحة. Who offered to do something? من اللي عرض؟ هو عدنان. Who promised? من اللي وعد بشيء ما؟ هو جابر. Who reminded someone to do something? الصورة الأخيرة كانت للتذكير, هو سلوى. Who suggested? الصورة الأولى كانت الاقتراح بليت اللي هي سميرة. And who warned اللي هي nasty called, warned هي كاتي. هي كاتي. So here we have make a promise, make a suggestion, make an offer, give a warning, give a reminder, give advice. هذه كلها فعاليات وين نستخدمها؟ داخل الصف. Here we have. إذن هذه أمامنا القواعد اللي لازم نحفظها. هذه القاعدة لازم أنت تحفظها. Advise مع الفعل advise. He advised me to come. He advised me to learn how to use computer. إذن advise لازم بعد object مفعول به to زائد فعل مجرد. Remind, she reminded me object to plus infinitive نفس القاعدة. Offer, he offered to visit us, to help us. He offered to buy us tickets. He offered. إذن offer plus to, offer يعني عرض, to plus infinitive. Promise, he promised to plus infinitive. Warn me not to plus infinitive. لاحظ هنا suggest. لاحظ هنا suggest هي الوحيدة اش راح تاخذ verb with ing form. Verb with ing form. He suggested playing football for example. فإذا هذه لازم احنا نحفظها. وهذه أمامكم هي القواعد اللي تتعلق بها. Suggest يأتي بعدها فعل with ing for example. مثل ما تلاحظون أدوات suggestion مثلا let's go to the beach. فشو نقول؟ He suggested. الفعل اللي عرض به الاقتراح وش عرض عليه الاقتراح؟ go. فهي suggested. Yes. يعني بدل الأداة أكتب الشيء اللي يدل عليه اللي هو he suggested going to the beach. ليش زدت إسراء؟ yeah. يعني إحنا دا ننقل اقتراحه. هو اقترح عليه. هو اقترح علينا. بالضبط. فإحنا دا أنقلش اقتراحه فلذلك أقول he suggested going to the beach. Thank you very much. Yes, exactly. Yes. Advice, offer, promise, not اختياري إذا كانت موجودة not. What to plus infinitive. I don't think you should swim today. إحنا أخذنا should أنت هي بالأدفايس أيضا no. تأتي. فهنا she advised us. She advised us مفعول به not to swim that day.
today ايش راح تكون that day الى زمن ابعد. Shall I clean the windows? He offered. هو هذا عرض. احنا هذه كلها احنا مسبقا ماخذيها let's و why not وهذه كلها للاقتراح. نعم. could do can وهذه may للrequest فهذه كلها اشياء احنا لازم حافظيها الادوات. Shall I clean the windows? يعرض مساعدتي بتنظيف الشبابيك. He offered to clean the windows. He offered. طبعا هناك صيغة الماضي تلاحظون he offered to والفعل الرئيسي clean. I will be careful with your car. I promise. Promise. So he promised. He promised. طبعا هذا الضمير حسب هو المتكلم. He promised to. He promised to be careful. He promised to be careful with my car. طبعا will هي دل أيضا على promises. Warn, remind person. طبعا إذا ما واضحة فيا ريت تفتحوا كتبكم صفحة 111 و112 و113 بها ملخص اليونت ككل. Warn, remind person. شخص. Plus not or to, not to or to, plus infinitive. Don't forget to call your uncle. She reminded us, don't forget, لا تنسى. إذن هي شنو هنا؟ Reminder, مذكرة إن تذكرنا. She reminded us to call our uncle. طبعا إحنا ليش هنا remind قلنا نأخذ وراها person or warn لأن تحذير والتذكير هو للإنسان للعاقل. Don't park near the restaurant. He warned us not to park near the restaurant. طبعا الدروس بالتفصيل موجودة على اليوتيوب. بس نرجع للسلايد نلاحظ هنا انه don't forget to call your uncle. ست اسراء استخدمت لنا اياها she reminded us to call. ها ما قالت not to call. ليش؟ لانه هاي تدل على الايجابية، ايجابية الجملة، انه هي بالعكس تذكرنا بان نتصل بالخال او العم. لكن في الجملة الثانية don't park near the restaurant لانه من الخطأ انه احنا نوقف السيارة, نوقف السيارة في المكان اللي ما مخصص لي الموقف مع السيارات. لذلك استخدمنا النفي. Not to. Thank you very much. Yes. Here we have further practice two. Read each sentence and match it to the phrase in the box. Underline the words that tell you what kind of sentence it is. Write the number of the phrase. Here we have a promise. وعد. A suggestion, اقتراح, an offer, عرض, a warning, تحذير, a reminder, تذكير, advice, اللي هو النصيحة. Here we have, I wouldn't swim there if I were you. طبعا هاي جملة انتبه لها. If I were you. احنا سبق ان اخذنا بدروس سابقة if I were you ويتقدم للنصيحة. لكن situation هنا والكلمات wouldn't swim هنا تدل على شنو؟ على warning. So هذه جملة انتبه لها. You should look after your teeth. هنا advice لو شنو advice you should look after your يجب أن تعتني بأسنانك هذه نصيحة advice you. Let me help you. Yeah. I will read. How about going to the cinema? What about this? It is a suggestion. How it about is, yes yes yeah. Don't walk on the grass. Don't walk on the grass. It is a warning. A warning. Yeah. Yes. Remember to bring your diary. Remember. When do we use remember? With okay. Reminder. Reminder. Yes. Yeah, a reminder. We'll do the washing up. Then a promise, an offer, sorry, an offer. هنا will تجي promise, تجي an offer, عرض. فهنا هي عرضتها وناخذ النوت على ال if I were. Note, if I were you can be used to give advice, but these words are clearly giving a warning. warning. إذن مثل ما قلنا هي الادفايس لكن هنا اجت كلماتها دالة على التحذير. إذن situation مهم. Seven. I promise to phone you tonight. إذن a promise. Okay. Promise. You ought to see that film. It's fantastic. Advice. I will definitely send you a postcard. It is a promise. Promise. Would you like me to make some tea? Offer. Offer, yes. Be careful. There might be a snake in the grass. So it is warning. It is warning, yes. It is warning, yes. Thank you. Here we have link the sentences in these two lists by using words and phrases from the box. Here we have consequently. طبعا هذه هي أدوات ربط. كل أداة ربط أحيانا أدوات الربط تشابه. ونشوفها إحنا شلون راح نربط بين الجمل. أحيانا يصير تغيير وأحيانا يصير الربط بدون تغيير. تأتي أدوات الربط أحيانا في بداية الجملة أحيانا في وسطها. ومرات تجي الأداة تربط بين الاثنين. نلاحظ هنا مثلا so عندنا بالإنفورمال أكثر شيء نستخدمها so. هي مو معانيها متقاربة. متقاربة جدا. مثلا consequently. Yeah. يعني consequently ولذلك yes for this reason ولهذا السبب مثلا because of this بسبب هذا so yeah.
لهذا أو لذلك. وهذا الشيء طبعاً راح نشوفه من خلال حلنا للتمرين اللي راح نستخدم الأداة يعني أدوات متنوعة. Yes. Here we have one. English is a useful international language. Two. We are going to be late. Three. Steel is a strong metal. يعني هو معدن قوي. And it's fairly cheap. The party was really boring. الحفلة كانت مملة. Five. Dr. Ahmed Zweil is a great scientist. هو عالم عظيم. Six. The desert is a very difficult environment. الصحراء هي بيئة جدا صعبة. Seven. He didn't get a goal the whole season. يعني هو ما سجل ولا هدف طول الموسم. A. راح نربطها بهذه الجمل. He lost his place in the team. B. Don't wait for us. يعني لا تنتظرنا. C. It is taught in schools all over the world. D. It is used a lot in building. E. Very few people live there. يعني قليلين يعيشون بهذا المكان. F. We left. غادرنا. G. He won the Nobel Prize in 2005. تلاحظون هنا نربط كل جملة بما يناسبها بالمعنى. نشوف أي جملة تناسبها بالمعنى وبعدين ندخل عليها أدوات الربط. خلينا نشوف الجمل. English is a useful international language. ولاحظوا التنقيط. For this reason, لاحظوا. It is taught in schools all over the world. إذن هي لغة عالمية ولهذا تستخدم في المدارس لكل الأعمار يعني دائما. Two. We are going to be late. سنتأخر. So don't wait for us. We are going to be late. So don't wait for us. يعني راح نتأخر. يعني إحنا راح نتأخر. فلا تنتظرنا. Three. Steel. طبعاً أنا لازم دا أربط وأكتب أدوات الربط. Steel is a strong metal, and it is fairly cheap. Because of this, or for this reason, شوفوا تعطي نفس المعنى. ولاحظ علامة التنقيط. It is used a lot in building. لهذا السبب يستخدموها بالبناء. ليش؟ لأنه معدن رخيص. Four. The party was really boring, so we left. يعني الحفلة كانت مملة لذلك غادرنا. هذه هي informal إحنا نعتبرها so. Dr. Ahmed Zweil is a great scientist. Consequently, he won the Nobel Prize in 2005. خلي أعلق على دكتور أحمد زويل. دكتور أحمد زويل هو عالم مصري في يعني عالم مصري نووي. في يعني في العلم النووي. نعم. Thank you. حصل على جائزة نوبل. نوبل. نعم. 2005. نعم. منهجنا جدا يطور معلومات. طبعاً. المفروض إحنا دائما نبحث عن معلومات جديدة. Six. The desert is a very difficult environment. For this reason, because of this, يعني الصحراء يعني بيئة the environment يعني بيئة صعبة جدا. For this reason, لهذا السبب. Because of this, لأجل ذلك. Very few people live there. ناس قليلين يعيشون هنا في الصحراء. Seven. He didn't get a goal the whole season. Consequently, he lost his place in the team. يعني هو ما حصل ولا هدف طول الموسم. فاعتيادي شرح يكون ولذلك هو فلذلك فقد نتيجة لذلك هو he lost his place in the team. هو فقد مكانه. إذن لاحظ كان هذا اليونت يحتوي على عدة مواضيع vocabularies ودائما احنا نبديها بالobjectives. يعني هذا اليونت شفنا انه يحتوي على قواعد عديدة وركزنا بالدروس الأخيرة على direct و indirect أو reported speech و reported statements, reported questions, comments, etc. And also we have how to change the pronouns, شلون نغير الضمائر, and how to change the tenses. Can you tell us about the tenses, please, Mrs. Amal? يعني التنسز من مثل ما قلنا the present simple it will be past simple وهكذا the past simple will be past perfect. The past continuous would be past perfect continuous وهكذا. يعني إذا إحنا راح نحول الزمن إلى الأقدم يعني المضارع يتحول إلى ماضي وهكذا. إحنا نحب نعرج على شيء مهم جدا إنه في مادة صف خامس الثرية واللي غنية بكثير من المعلومات. إحنا دائما أست إسراء في بداية الدرس نوهت على إنه اللغة الإنجليزية دراستها دراسة تراكمية يعني مو مال اليوم مباشر وبعد غد إنه أنا أتعلم الإنجليزي. لا أنا معلوماتي اللي أخذتها من الابتدائية
طورتها في المتوسطة ثم أتيت إلى الإعدادية، إيش راح يصير؟ وين تكون ذروة الشيء أنه أنت إن شاء الله من راح تنجح وتصير في صف السادس؟ راح تشوف كل الكلمات اللي أخذتها، expressions، idioms، المصطلحات، كذلك مثلا سبورتس، أنواع السبورتس، يعني مثلا الميديا اللي هو يعني مثلا وسائل الإعلام، وسائل الاتصال، هذه كلها راح تجدها، لكن تجدها في نص جديد، يعني نفس المعاني، نفس المفردات، نفس المفردات، لكن في نص جديد بالنسبة لصف سادس. فلذلك الأزمنة أخذتها من البداية، من الأول، خلينا نقول من الأول المتوسط، هذه المرحلة، الحقبة الزمنية اللي أنت بديت بيها. البريزنت سمبل ما تغير عندنا ووصل، لكن شنو اتطور؟ أنه أخذناه بعدة أنواع، مثلا في الصف الأول المتوسط أخذناه فقط للفاكتس والهابتس، العادات والحقائق، yeah. وهي جسد إسراء، exactly. لكن بعدين احنا تطورنا وبدينا ناخذه لعدة أسباب، أنه نستخدم المضارع البسيط وهكذا، يعني الإف كلوز، الإف كونديشنال، الإف الشرطية، yeah. من أخذناها في الثالث متوسط نفسها رجعت في الرابع الإعدادي والخامس، لكن بصيغة أخرى، أنه بجمل جديدة حسب النص اللي ورد في الكتاب. فأني أطلب من طلابي الأعزاء أنه ما يترك الكتاب ولا يترك دفتر ملاحظاته، ولا يعني يجب أن يحتفظ بيهم. ليش يحتفظ بدفتر ملاحظاته لصف الخامس؟ لأن راح يشوف كثير، معظم الأشياء اللي أخذها موجودة في صف سادس. Exactly. نعم. وطبعا هو نهاية كتاب صف خامس، المادة القواعدية الموجودة Grammar and Functional References is very important، يعني حتى بالسادس إعدادي ممكن الطالب أنه يرجع لها، لأن بيها جمل إثرائية أكثر وبيها توضيح أكثر. طبعا الإنشاء والقطع الموجودة موجودة أيضا بالدروس السابقة المسجلة على اليوتيوب، ممكن أن الطالب يراجعها بدقة أكثر. مثل ما عرفنا أيضا أنه لازم ستأمل أن نوه الطلبة الفرق بين التنسز والفانكشنز. التنسز اللي هي الصيغة الزمنية، مثل مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع تام، ماضي تام، المستقبل إلى آخره، لكن الفانكشن الجرامر بالضبط هي القواعد. فلهذا هو دائما يقول grammar and functional references، يربطها السوال. ليش؟ لأن هي شيء متداخل، متداخل بالضبط. الفانكشنز like what we have today، هو أساسا كتابنا شو نسمي integrations of skills، يعني تكامل المهارات، يعني أنت من ده تقرأ راح تنمي، من تسمع راح تنمي قراءتك، من تقرأ راح تنمي الكتابة مالتك وهكذا. وعندنا مثلا تمرين يتضمن كل المهارات تستخدمها، تسمع أول شيء، بعدين تتناقش ويا زميلك إذا speaking، بعدين تحاول أنه تكتب الجواب الصحيح. فلذلك ست إسراء تقول الجرامر القواعد، والفانكشن شنو؟ يعني وظائف اللغوية، يعني أنا من أريد أدعوك لشيء، invite you for something، أو أنا أقترح على مس إسراء something suggestion. فإذا أنا لا، يجب أن أعرف الصيغ المستخدمة، expressions المستخدمة for suggestion، أوكي يعني. أو عندنا promise الآن اللي أخذناه، offers and so on. Yeah, هذه كلها we have everything today I think. Yes. يعني احنا اليوم قدمنا الاوفر، قدمنا الوارنينج، البروميسز، هذه yes. كلها هي فانكشنز، هذه وظائف اللغة، هذه كلها وظائف نتمنى يستخدمها يعني في حواره الان بعد ما يراجع. يعني when you use the language in your tongue you will learn more، يعني انت راح تتعلم الكثير، لان اللغة يجب ان نستخدمها، ما نتركها في الكتاب. Yeah. مو هيك ست إسراء بالضبط. نعم. وشي ثاني ننبه إلى أنه دائما الطلبة يريدون ترجمة لكل كلمة، إحنا الترجمة الحرفية نبتعد عنها لأن ما تخدمنا بالنص. صح. إحنا دائما أكو كلمات حتى لو ما نعرف معناها، يعني أنت إذا عندك قطعة خارجية وردت عليك كلمة صعبة ما تعرف معناها، شو تسوي بهاي الحالة؟ إحنا ما نتوقف عند هذه الكلمة، وإنما إحنا منهجنا يعتمد إنه شلون نخمن معنى الكلمة من خلال الكونتكست، يعني من خلال نص الجملة أو النص كله نخمن معنى الكلمة ونعبرها، يعني مو بالضرورة إنه أعرف كل كلمة شنو معناها. فإحنا المعنى الحرفي والترجمة الحرفية نبتعد عنها. وايضا احنا كل كلمه مهمه نقول معناها بالعربي. نعم. نقول معناها بالعربي، واحيانا مو بنفس اللحظه ننطق المعنى. ليش؟ لانه عندنا تمرين يعتمد على انه انت ما تعرف معناه، بعدين من نوصل للتمرين ونكمله راح ننطق المعنى المناسب له. فاذا
Yeah. شيء آخر إنه مهم إنه the order of the language the sentence أو yeah. the order of the question يعني ترتيب السؤال أو ترتيب الجملة. يفترض أني وصلت طالبة صف خامس إعدادي أو طالب صف خامس إعدادي يفترض إنه أعرف الجملة منين تتكون وأميز the noun nouns from verbs from adjectives وحتى بالاستخدام في مثلا في الكتابة في الإنشاء يعني أقدر شلون أستخدم مثلا أني دا أتكلم description of a film Yeah. يعني أو أحد أكتب تريلر فإذا يجب أن أعرف أنه إذا horror فرح أستخدم الأدجكتيفز الصفات اللي شنو توحي بالرعب توحي بالرعب توحي بالخوف لكن إذا دا أكتب على رومانتك صفات الجميلة الإيجابية جدا وهكذا نعم Yeah, thank you very much. إذا لاحظنا بهذا اليونت ركز جدا أيضا على تصاريف الأفعال ومثل ما قلنا تصاريف الأفعال جدا مهمة من أول متوسط لحد الخامسة إعدادي أعتقد إحنا ساعدنا رصيد من الأفعال عندنا رصيد من الأفعال والكلمات اللي لازم نعتمد عليها So dear students, this is the end of our lesson for today. Thank you very much Mrs. Amal for being with us. Thank you very much. And thank you for everyone with us. Goodbye.